هذه المسابقة تشمل ما يقارب 50 طالب من فروع 5 من ضمن المركز، ما يقارب ب 250 طالب، أنه اختير أن يكون 50 طالبا في مشاركا في هذه المسابقة اللي تقسم على 5 فئات، فئة 5 وفئة 10 وفئة 15 جزءا وفئة 20 وفئة 30. اللجنة التحكيمية تتألف من 4 حكام: حكم جودة الحفظ والوقف والابتداء وأحكام التلاوة والصوت والنغم. درجة الحفظ لكل مشارك 60 درجة، ووقف والابتداء 10 درجات، وأحكام التلاوة 20 درجة، والصوت والنغم خصصت لها 10 درجات.